متحديا ظلام عينيه. يعمل الشاب عبد الهادي في تأسيس الكهرباء للمنازل في قضاء المقدادية، رغم أنه كفيف البصر منذ ولادته. عبد الهادي طور قدرته لكسب رزقه اليومي في مهنة توصف بأنها خطيرة، والخطأ فيها ثمنه كبير. والله منذ الولادة يعني كيف البصر، هوايتي كانت بالكهرباء، يعني كان عندي أجهزة ويعني شيء باتريات، فتعلمت على أقطاب الحارة من البارد، لأن الكهرباء أول ما تتعلم لها لازم تتعلم الأقطاب وشون تصير يعني. فبعدين الحمد لله طلعت اشتغلت أول بيت، ثاني بيت، ثالث بيت. شغلي يكون كالتالي، يعني مو بس سنجل، كنا قبل يشتغلون سنجل، هسه لا، ثري سنجل ثري فيز. ناس الزراعة التقليدية أسس أول بيت بيتين، شافوا شغلته مضبوطة، قامت ناس دلي على ناس، يعني ناس دلي بسادي عبد الهادي، يا يعني هذا الرجال مضبوط تأسيسه وخير من الله، قام يطلع خارج المنطقة، خارج المقدادية، جلولة، بعقوبة، قام يأسس. خلال سنة احنا أسسنا 25 بيت. ليس عبد الهادي وحده يتحدى الظلام الذي يعيشه، فأخوه محمد أيضا فاقدا للبصر، لكن فقدانه للبصر لم يقف عائقا في توفير رزق عائلته. أنا من وعيت الدنيا حبيت يعني أشتغل ومحل تجاري وهيك حباي الشغلات يعني. فأول ما قمت أشتغل أبيع طرشي، شوي شوي طورت نفسي، قمت أشتغل بعربانة بالمنطقة، أفتر أبيع مواد منزلية. طورت نفسي، فتحت محل مال مشتقات نفطية، بنزين وغاز ودهن. تقريبا اشتغلت بي سنتين هذا المحل. صراحة بس تأذيت يعني من ردين، خسرت بالمحل وعزلت. من ردين خسرت بالمحل. فجيت هنا بهذا المجمع الطبي، تقريبا صار 3 أشهر هنا، فتحت هذا الحانوت أبيع شرابت وماي. الإرادة القوية هي ما دفعت عبد الهادي وأخوه محمد أن يمضيا قدما في حياتهم دون أن يسمح لظروفهم الصحية أو أي صعوبات أن تعيق مسيرتهم المهنية ومصدر رزق عائلتهم. محافظة ديالى، حسن الشمري، التغير الفضائي.